السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناة مطبخ جميل دراما مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم جبت لكم أسرع وألد واش غنقول لكم وأطيب حرشة اللي يمكن لك تحضريها، ما غداش تمحنك وما غداش تعودي محنة فيها، غادي تعجبك لا ذوقا ولا مذاقا ولا شكلا، وحتى الطريقة غادي تعجبك بزاف بزاف بزاف. تيقو بيا أنا، حتى كيدخل الضيف عادة كنوض كندير هاد الحرشة هادي، وكتعجب الناس اللي كيجيو عندي، وحتى مني كياكلوها مني كيبغيو يمشيو كيقول لك عطيني من هاد الحرشة هادي. كنتمنى تعجبكم، وغادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي ناخدو 3 زلايف، انا كنعبر بها الزلافه الصغيره، 3 زلايف ديال السميده رقيقه، السميده الرقيقه ديال الحرشه هي هذه. غادي نعبر 3 زلايف، جوج زلايف عامرين والثاني غادي ما منع... او الثالث ما غاديش نعمره، غادي نخلي فيه غير واحد شويه، ما غاديش نعمرها. صافي، اللي كتقدني في المقله اللي عندي 3 زلايف ديال السميده رقيقه. غادي نعمل واحد المعلقه صغيره ديال الملح، من بعد غادي نعمل معلقه كبيره ديال السكر، من بعد غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نديرها في واحد الكاس وغادي نذوبها. انا هنتعدي غير الميكرو، غادي نديرها بالزربه في الميكرو كتذوب ليا، وعاد غادي ارجع معكم. بعد ما داب ليا الزبيده ديالتي، ها نتوما الكاس اللي بقى في الكاس غادي نكملو بالزيت، ولكن ما غاديش نعمر الكاس حتى الفوق، غادي نخلي فيه واحد ربيع واحد شويه. صافي، هذا هو القياس ديال الزيت اللي كنحتاجو، الكاس كيبقى فيه غير شويه، ما كنعمروش بزاف. ها نتوما القياس، ما كنعمرش الكاس ما بين الزبده وزيت. غادي ناخذ هاد الزبده والزيت، غادي نبسبس بيهم السميده ديالتي اللي فيها الملح والسكر، غادي ندخل فيها داك الزيت والزبده مزيان باليد ديالي، ولكن ما دلكيهاش غير بالاصابع ديالك. غادي نبقى ندير في السميده ديالتي حتى كيدخل فيها داك الزيت والزبده، وعاد غادي نكمل معكم الوصفه. هاد الحرشه هادي تيقو بيا راه غادي تعجبكم، غادي تعجبكم بزاف، ان شاء الله ما غاديش تبقاو تستغناو عليها، واخا غير كتبغيو ديروا غير الكوتي ديال العشيه، واخا حتى كتبغيو تعمروا اتاي وديروا هاد الحريشه هادي. بعد ما كتدخلي في هذيك الزيت والزبده مزيان، ها نتوما الشكل ديالها كي كيولي، غنخليهم غير واحد شويه بما وجدت المقله ديالتي وكلشي، وعاد غادي نرجع معكم. بعد ما وجدت المقله، ها هي، خلي غادي نديرها فوق البوطه تسخن، وغادي نرجع باش نحرك الحرشه ديالتي. صافي، مباشره بعد ما درت المقله ديالتي تسخن فوق البوطه، غادي ناخذ واحد الزليفه غنحيد شويه اللي غادي نقرص بيه هاد الحرشه هادي، غير تقريبا هاد الزليفه هادي غنحيد منها القياس، غنحيد تقريبا زليفه باش غنقرص. غادي نضيف خماره ديال الحلوى على الخليط اللي بقى ليا، خماره ديال الحلوى، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، يعني الخميره ديال الحبيبات. صافي، غادي نوجد الماء ديالي، وغادي نخلط الحرشه ديالتي على هذا الشكل، كنديرها غير بالاصابع ديالي، ها نتوما شوفوا. غادي نحاول مره نزيد شويه الماء، ولكن النصيحه اللي ننصحك بها بانك ما تقصحيش الخليط ديال الحرشه، ولا بد تخليه مطلوق حيت ما حدكتي كتزيدي في الماء وهي كتشرب لك في الماء، ما حدكتي كتزيدي في الماء وهي كتشرب. صافي، غادي نبقى نزيد في الماء غير بشويه بشويه، ها نتوما الشكل ديال الحرشه ديالك كيتعود، غادي نزيد شويه الماء، ولا بد كتبقاي تزيدي غير بشويه بشويه، وكديري في الخليط ديالك بحال هكا، ولكن ما يكونش قاصح، كتكون شويه مرخوفه. صافي، غنضيف واحد شويه ديال الماء، وغادي نبقى نخلط في الخليط ديال الحرشه ديالي على هاد الشكل، ها نتوما.
صافي ها الخليط ديالنا كي كيولي بحال هكا كيولي مطلوق ما كيكونش قاصح. غادي نخليوها جانبا وغادي نجيب هاد البلا هذا هو اللي كنقرص فيه، هذه هي اللي كتعاوني باش كنقلب الحرشه ديالتي. هذه كنستعملها انايا باش كنرمي بها الخبز في الفران، كنستعملها حتى للحرشه. كناخد ديك السميده اللي انا خديت في الاول هي باش غادي نقرص هاد الحرشه، هذه غادي ندير شويه في الاسفل بحال هكا. حتى الطريقه راه كتلعب دور، ولا بد ما تفهمي الطريقه ديالتها باش تجيك حرشه زوينه ولذيذه كما لاحظتوا معايا. غادي نحاول نعمل نص ديال هذيك السميده في الاسفل بحال هكا. صافي غادي نكب نخوي هذيك المقا الحرشه ديالتي اللي في البول، ها هي. صافي غنبقى نرش في هاد السميد هذا من الفوق ونبدا نقاد فيها، نقاد في الحرشه ديالتي غير بشويه بشويه. هانتوما نرش في السميده ونقاد بحال هكا، هانتوما صافي كنبقى نرش في ديك التكريسه اللي عندي وكنقاد في الحرشه ديالتي بحال هكا كما لاحظتوا معايا. كنحاول هاد السميده هذه اللي حنا شيطنا في الاول نحاولوا نعملوها في الجوانب في كل شيء باش ما كتلصقش لك الحرشه بعد ما كديريها في المقله ديالتك. صافي انا كنقاد في الحرشه ديالتي على هاد الشكل، ها نتوما صافي. بعد ما قاديت الحرشه ديالتي كما لاحظتوا معايا غادي نجيب المقله ديالتي بعد ما سخنتها، ولا بد المقله تكون سخونه. ونديروا العافيه مهيله، ما غاديش نزيدوا لها البوطه بزاف حيت دغيا كطيب لينا. غادي نحاول نعمل الحرشه ديالتي على هذا الشكل. صافي انا قلبتها دغيا تقلبت ليا. غادي نحاول نحيد هذيك التكريسه اللي بقات ليا في اللاطه وغادي نكملها في التكراس. صافي كنحاول نقاد الحرشه ديالتي على هذا الشكل كما لاحظتوا معايا، كتحاولي تقاديها مزيان من الجوانب من كل شيء بحال هاكا هانتوما، ولكن المقله محايده من فوق البوطه، هي سخنات ولكن ملي كنبغيو نقادوها كنحيدوها من فوق البوطه. صافي غنجيب باش نقاد الجوانب باش ما كتجينيش بحال هاكا مدايره مشقوقه، غادي نقادها صافي. بعد ما قاديت الحرشه ديالتي صافي كنبقى نقادوها مزيان باش كيجي الشكل ديالها زوين، وحتى ملي كتبداي تقدمي فيها كيجي الشكل ديالها اروع ما يكون. صافي بعد ما غادي نقادوها
صافي غادي نعملها فوق البوطه، ولكن البوطه كتكون مهيله ما كتكونش مجهده حيت عاد دغيا كتطيب، وباش تجيك الطياب ديالها موحد. صافي انا عملتها فوق البوطه، ولكن مره مره كندور المقله ديالتي ما كنخليهاش في بلاصه واحده، مره كنجيبها على الجوانب بحال هاد الشكل، مره كنجيبها على الجانب الاخر حتى هو كنخليها بحال هكا، كنبقى ندور فيها بحال هكا حتى كطيب ليا الحرشه ديالتي تماما. ولكن راه غادي نوريك الطريق، الجوانب هنا كيبانوا لك بداو يحمروا، هنا من جنب كيبداو يحمروا، ومني كتمسي الحرشه بحال هكا كتلقيها نشفت تماما، عارفه بان الحرشه ديالك صافي راه طابت. هذيك الساعه غادي نجيب هذيك البلا، ومني كتحركي الحرشه ديالك كتصيبيها ما لاصقه ما والو. غادي تجيبي غادي جد هذيك اللاطه اللي انا اللي صوبتها فيها في الاول، هانتوما كنبقى ندور فيها بحال هكا كيما شفتوا معايا حتى كطيب ليا الحرشه ديالتي تماما. صافي غنجيب هذيك اللاطه اللي انا ساعدتني باش قرصتها فيها في الاول، هي اللي غادي نقلبها فيها. صافي كناخدها بحال هكا وكنشد باليد ديالي وكنقلبها دغيا، ها هي طابت تماما ما جات لا محروقه لا والو، كطيب موحده. غادي ناخد هاد اللاطه هادي نيت اللي قلبتها بها، وكنحاول نورك بالكف ديالي بحال هكا كتوركي عليها مزيان باش كتجيك بروكه من الداخل. هانتوما كنديروا لها على هاد الشكل كنتبعها. صافي كنحاول نضغط عليها بحال هكا بالكف ديالي بحال هكا، كندور عليها كامله الجوانب الوسط وكلشي. صافي وكنردوها فوق البوطه، كنخليوها تاني كنعملوا لها نفس الشكل اللي عملنا لها في الاول، كنبقاو ندوروها على الجوانب ندوروها على الوسط صافي حتى كطيب لينا. وبعد ما طابت لينا هالشكل ديالها كما لاحظتوا معايا كيجي شهوه منه، ثقوا بيا غير جربوا هالطريقه هذه وراه غادي تعجبكم، غادي تعجبكم الكوتي، غادي تعجبكم الفطور للصباح، غادي تعجب حتى الوليدات ديالكم مع شويه الفرماج عسيله كيجي واو. يا سلام يا سلام. صافي انا غادي نقطع الحرشه ديالتي حيت غادي نقدمها، جايين عندي الضياف غادي نقدمها، كنزينها بالفخوماج كنزينها بواحد شويه عسيله حره. صافي وكتاكلوها بالصحه والراحه، ثقوا بيا راه قلت لكم شحال من مره بان هاد الحرشه هادي نهار اللي غتجربوها وغادي تنجح معكم غادي تعود معتمده عندكم وغادي تعود مسربيه، لان الوقت انا اللي كيدخل عندي الضيف ما كنصيب ما عندي ما نحط ليه ما والو، كندير هاد الحريشه هادي ووقت اللي كيدوقها كيقول اعطيوني من هاد الحرشه هادي راه ما غاديش نفد ليها تاليكم، وكيسولني حتى المقادير والطريقه. انا اليوم شاركت معكم المقادير والطريقه وكاع الاسرار اللي يمكن ليها باش تنجح معكم هاد الحرشه هادي. كنتمنى البنات تعجبكم وتجربوها لانها كتجي اروع ما يكون. هانتوما الشكل ديالها كي كيجي من الداخل ثقوا بيا راه كتجي حسن حسن من تا ديال الزنقه، كتجي شهوه منها. صافي كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في الكومونتير، وكنتمنى يكون التفاعل ديالكم قوي باش حتى انا نستمر ونقدر نجيب لكم شي حاجه جديده ونقدر نشارك معكم اي حاجه كتنجح معايا انا كنشاركها معكم تاتوما باش تاتوما تنجح معكم. كنشكركم بزاف 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 بزاف، وكنقول لكم ما تنساوش ليا اللايك واشتراك وتعليق واخا غير ايموجين كما كيقولوا البنات، وما تبقايش بلاش. وكنقول لكم خليت لكم الراحه وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.